يا جماعة أهلا وسهلا فيكم. تاني حلقة بقناتي مبلش. فموضوعنا اليوم حيكون عن يحيى المخ. يا جماعة أنا بدي أعمل ردة فعلي عن فيديو هو عامله، بس ما بدي أتخوت عليه، ما بدي ولا إيش، بس تحكي شو بصير بالفيديو بكل نية صافية. الفيديو اسمه ردوا على هنودي آسم، هذا هو الفيديو. أوكي مبلش يا جماعة، يلا يلا فيديو بلش. يلا ايش في، ليش بحكي زي، بس خلينا ناخذ تسجيل دخول سريع. دي جاي حيوانه صح، بدايه حلوه. يا لو انا عندي بدايه زيكم صح، بدايه حلوه نهاية. هذا الدي جي حلو تسجيل دخول يخقق المزز. ايش تسجيل دخول يخقق المزز؟ تسجيل دخول يهدد المزز جد الحكا طبعا. لوك امي اوف، يا اهلا وسهلا. اجا يا جماعه شخصيه جديده معنا. السلام عليكم جميعا، كيفكم، شو اخباركم، اموركم تمام؟ تمام، الاهل تمام، الحياه تمام. حلو بتلاقيه بيعمل لك او بيقول لك حياك الله، وهي مش طالعه. ايش هاي، كيف عملها؟ هي مش طالعه. ايه جماعه كثير حلوه، هي مش طالعه. شفتوها ايش هاي، كثير سفيح. دقيقه والله اتعلم جماعه، بدي كل فيديو اركز على البني ادم. هذا البني ادم ايديه كثير سفاحين. اسم اسحاق جماعة، اسمه اسحاق، والله انا حبيتك. بذكر فلاك وكل الحب والاحترام لك هنودي. اوه دقيقة، شفتوا هاي ايش هاي كيف عملها؟ شوف شوف الزكفة، شوف الزكفة. احترام لك هنودي لك. وات ذا فاك، بقاش احكي زي هيك هون، ما بعرف ايش في. جماعة اليوم يا اخوان احترام لك هنودي لك. هيك هي يا كل الدنيا بزقف زي هيك، الا اسحاق بزقف زي هيك. قام لك هنودي تعلمها يا جماعه، بدك كل فيديو كل تعليق وبدك تتعلم الزقف. قام لك هنودي لك. والله حلوه، والله حلوه. يعني هي غلط انهم تتوجع، بس يعني حلو بصراحه. لا جميل، انا اسحاق اصلا شخصيتي المفضله. راس نفعله الليله، ما نفعله كل ليله يا برو. بس بس يا بينكي وبرين. اللي بيحضر سبيستون طبعا بيعرف يعني. لا شو رايك؟ لك سبيستون ده اكثر منه. اللي جذبوه مش احنا جذبناه، شو؟ فكرة يلا جايينك. أنا كيف يعني، هي جملة هاي، إحنا صغار، إحنا منك فسفيس، إحنا متعودين إنه هاي لهم الجملة، بس خلاص مش مشكلة. أنت هو بفهم سبيستون أكثر منك. حيوانة بتجنن منها. طب تعالي تعالي تعالي. حيوانة أنت ليه متضايق؟ ليش عمل هيك؟ تعال تعال يا حيوان، بطل تسوي فيديو كليبات يا حيوان. نادي أصلا، والله نادي أصلا تحشيش. كومنت هو يعني أعطانا إياه الليبسينك والآي لاينر والكونتور والشادو. يلا. مش طبيعي ده. حلو حلو تنيفتك. عقد ما أنت بتقدر تتحرك، روح إنجز. ارجع. إنجاز. سعديني. شفتوا هاي؟ شفتوا ها؟ ارجع. إنجاز. أوه سووا كثير أشياء مع بعض. خلاص استخلص الفيديو جات، بس بدي أشوف شو عملوا عشان أتعلم. ارجع. انجاز. انا اتعلم من اسحاق والله. اسحاق اي لاف يو جد لك، انا مش عم بتخوت بصراحه. كيف سفيح بتعملوا بدايك وهيك قصص. ارجع. انجاز. انجاز. ارجع. انجاز. انجاز يعني ان انت هون ما بتنجز، انت هيك كيف بتقدر تنجز. حلو. لوك وهاي. واو واو سوى داب سوى داب. لوك وهاي. اسحاق سوى داب. احسن بالنسبه لحياك الله يا عم، اللي بدري بدري يا عم، واللي ما بدري عدس. ما بدري عدس، اللي ما بدري عدس، اللي ما بدري عدس. اوف اللي بدري بدري، واللي ما بدري يقول كف عدس. مثل عشعبي هذا. والله حكيت لكم ما بحكي شيء، حكي فاضي. خلاص يا جماعه بدي اوقف الفيديو هنا، بحاول اخلي الفيديو تبعي شوي قصير يعني، لانه الفيديو 16 دقيقه يعني بصراحه ايديت صعب اعمل ايديت 16 دقيقه، لساتني مبتدئ انا. فبتمنى عجبكم الفيديو يا جماعه، احكوا لي رايكم بالتعليقات. كيف اسحاق؟ اسحاق جد 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 بحكي جد، وانت خويت اسحاق كثير حلو شخصيته. انا لو انا بدعم يعمل قناه يوتيوب جد، وانا فعليا بعمل له سبسكرايب اول واحد فعليا. شخصيه كثير حلوه شخصيه هذا، وسيبكم من الثاني مش احكي عنه، بس عجبني اسحاق. عشان تعملوا انجاز يا جماعه، عشان تعملوا انجاز اعملوا سبسكرايب كمان للقناه. والله فعليا لما تعمل سبسكرايب يا جماعه انتم بتكون هيك انجزتوا انجاز بحياتكم. فبتمنى يعجبكم الفيديو، كان معكم ايش كيف بعرف ايش كيف بعمل الفيديو، كيف بعمل الفيديو، لازم اعرف انهي الفيديو. خلاص يا جماعه ما بعرفش كيف انهي الفيديو، فبحط ايدي على الشاشه انه هيك خلاص نهيته. اوكي لما احط ايدي على الشاشه يعني هيك انتهى الفيديو.
وصح ما جاي بدي احط تعليقاتكم، احط اكاونت هسه على الانستغرام هنا وهون مش عارف انا ما بعرف بالمونتاج كيف بتطلع، المهم فبحطه روحوا هناك عندي بصير احط تعليقاتكم هنا او اشي زي هيك، مش عارف شو بدي اعمل لسه. المهم بس ننهي الفيديو. اوكي يلا باي باي. هيك منيح صح؟ هي لازم اكبس الكبسه المشكله، يعني كيف بدي احط ايدي؟